السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوتي الكرام، أخواتي الفاضلات، معكم مصطفى صادق. ما زلنا في شرح المكونات المختلفة لدوائر الـ RF، ووصلنا إلى ما يسمى بالـ RF chokes. الـ RF chokes يعني هو من اسمها هو choke، معناتها دائرة الخنق، اللي هي وظيفتها الرئيسية هي منع الترددات الراديوية أو الترددات الراديو فريكونسي من المرور إلى يعني مسار الإشارات اللي هي من نوع الدي سي أو الدايركت كارنت، ولذلك يسموها تشوك. الهدف الرئيسي منها هو أنه تقوم بالحد أو تقليل من دخول الإلكترومغناطيك انترفيرنس، التداخلات الإلكترومغناطيسية، وكذلك التداخلات الراديوية إلى خطوط تجهيز الطاقة اللي هي من نوع دي سي أو التيار المستمر. طبعا هي مو منع 100%، وإنما مينيمايز أو تقليل إلى الحد الأدنى. النوع الآخر من الدوائر المستخدمة أيضا في دوائر الـ RF هي ما يسمى بالـ RF Circulators، اللي هي المدورات، يعني دوائر التدوير. هي بالحقيقة هي عبارة عن دائرة تحتوي على ثلاثة منافذ أو جهاز يعني مغناطيسي حديدي يحتوي على ثلاثة منافذ، يسمى RF Circulator. الهدف الرئيسي من عنده هو تدوير الإشارة الداخل إليه من قبل واحدة من هذه المنافذ الثلاثة. طبعا الإشارة التي تدخل إليه تسير في اتجاه واحد ولا تسير في الاتجاه المعاكس، مثل ما واضحنا أنا في هذه الصورة، أنه الإشارة التي تدخل من خلال المنفذ الأول تمشي حتى تخرج من المنفذ الثاني وتكون محجوبة على المنفذ الثالث. الإشارة التي تدخل من المنفذ الثاني تخرج عن طريق المنفذ الثالث وتكون محجوبة على المنفذ الأول، ونفس الشيء الإشارة التي تدخل من المنفذ الثالث تسير بنفس هذا الاتجاه، يعني اللي هو يعني clockwise counter clockwise sorry يعني عكس عقارب الساعة. وأيضا الإشارة التي تدخل من المنفذ الثالث تخرج من المنفذ الأول وتكون محجوبة على المنفذ الثاني. هذا هو الكلام اللي ذكرناه هنا، يعني نفسه بالضبط. عندما يعني تسير الإشارة التي تدخل من منفذ معين إلى المنفذ الآخر، فإننا بالحقيقة يعني نساهم في تقليل اللوسز أو الخسائر إلى الحد الأدنى، وبالتالي يعني نحافظ على الإشارة سليمة بدون خسائر أو بدون ضياع في يعني الباور الخاص بالإشارة. أهم المعاملات أو البرامترات الخاصة باختيار الـ RF Circulator هو أول شيء الفريكونسي، الترددات التي يدعمها، الانزرشن لوس، الخسائر، الايزوليشن، مقدار العزل، الباور، القدرة، وكذلك الباكيج تايب. لكل نوع من أنواع الباكيجات المستخدمة في دوائر يعني الانتجريتد سيركتس هناك نوع من أنواع الـ RF Circulators المناسبة لها والتي لا يمكن استخدامها في أماكن أخرى. النوع الآخر أيضاً من أنواع الدوائر الكهربائية أو المكونات الموجودة في دوائر الـ RF هو ما يسمى بالـ RF Connectors، اللي هو الأجهزة التي تربط يعني أسلاك الـ RF مع بعضها البعض الآخر، أو تربط مكونات دوائر الـ RF مع بعضها البعض الآخر. بالحقيقة هو عبارة عن يعني Coaxial Connector، يعني رابط محوري يستخدم لتوصيل الإشارات الكهربائية أو الإلكترومغناطيسية الخاصة بالـ RF، وعادة يصمم لل يعني يعمل على الترددات التي هي من عدة ميجا هرتز إلى أكثر من 100 جيجا هرتز. المواصفات الخاصة به طبعا النوعية، اللي هي طبعا كل باند معين من الترددات يكون لها نوعية خاصة. الجندر أو الجنس اللي هو يعني ميل أو فيميل، يعني هل فيه مثلا يعني أكو هنا اثنين يسموهن يعني ميل وفيميل، أنواع الكونكترز. الجيومتري، الهندسة التي يعني أو الهيكل الرئيسي الذي يتم بناء هذا الكونكتر على أساسه، وأيضا الماونتينج والكات أوف فريكونسي، كيفية التثبيت وطريقة التثبيت، والكات أوف فريكونسي أو الترددات التي يدعمها والترددات التي لا يعمل عندها هذا الـ RF كونكتر. النوع الآخر من أنواع الدوائر أيضا ما يسمى بالـ RF كوبلر. الكوبلر يعني هو واحدة من الدوائر اللي موجودة في دوائر الـ RF والمايكروويف. هو عبارة عن جهاز باسيف، يعني ما يحتاج إلى باور سبلاي. شغلته الرئيسية هو عمل سامبلز، أخذ عينات من الترددات العالية التي تدخل إليه، يعني الإشارة التي تدخل إليه من طرف الإدخال تقسم إلى اثنين إخراجات. الإخراج الأول هو نفس الإخراج الطبيعي اللي هو مثل الإشارة الداخلة، والإخراج الثاني اللي هو يسمونه الكابلد أوتبوت، الإخراج الذي تعرض إلى عملية الكابلينج. شنو عملية الكابلينج؟ مثل ما ذكرنا هي عملية أخذ سامبلز، عينات معينة من الإشارة الأصلية. عندما يتم تصميم الجهاز فإنه مستويات الباور التي المدعومة للإشارات التي تعرضت لعملية الكابلينج يتم تحديدها على أساس التطبيقات المطلوبة. هناك كثير من التطبيقات لأجهزة الكابلينج، من ضمنها مثل ما ذكرنا السامبلينج، أخذ عينات الإشارات، سامبل انجكشن اللي هو يعني حشر الإشارات في دوائر معينة، سيجنال جنريشن طبعا،
توليد الإشارات، وأيضا بعض الأحيان من أجل حساب أو قياس الـ Incident and Reflected Power of Determination للـ VSWR، يعني حساب القدرة الخاصة بعملية الاصطدام والانعكاس لأجهزة الـ VSWR وغيرها من التطبيقات الأخرى. الأنواع المختلفة للكابلرز، أيضا أكو عندنا Directional Coupler اللي هو الاتجاهي، أكو عندنا Dual Directional Coupler اللي هو ثنائي الاتجاه، أكو عندنا 90 degree hybrid coupler، الكابلر اللي هو الهجين الذي من نوع 90 درجة، الكابلر الهجين من نوع 180 درجة. أما المواصفات الخاصة بتحديد أنواع الكابلرز التي نحتاجها ونستفيد منها في دوائر الكهربائية أو الإلكترونية الخاصة بالRF، فهي أول شيء أنه الفريكونسي الذي يدعمه هذا الكابلر، الكابلنج مقدار الكابلنج الذي يعني يسلط على عملية على الإشارة الداخلة يعني والذي يقاس بالDB، coupling variation الاختلافات أو التذبذبات التي تحصل في عملية الكابلنج اللي هي أيضا تقاس بالDB، insertion loss الخسائر بالDB، directivity أيضا بالDB، directivity يقصد بها اللي هي يعني الجين أو أين سيتم توجيه الإشارة باتجاه أكثر من بقية الاتجاهات، average power اللي هي أيضا بالواط، وكذلك الإمبيدنس الممانعة اللي هي تقاس بوحدة الأوم. هذا هو تقريبا كل ما يخص هذا الجزء من الحديث عن مكونات دوائر الRF. في المحاضرة القادمة إن شاء الله راح نكمل الحديث عن بقية المكونات، وراح نتطرق أيضا إلى الكريستال أوسليترز اللي هي تعتبر يعني مولدات الإشارات بترددات مختلفة وأنواعها المختلفة ومواصفاتها. فخليكم معنا، تحياتنا للجميع وشكرا جزيلا ومع السلامة.